افطار تايم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم انتم ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله يا ربي تكون بدايه اسبوع موفقه لكم الكل. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه كالعاده. سمعتي من زمان باش نكون معكم اميمه عياري، معايا امينه بوغنجه. سلم عليها برشا ديما ستانست امينه بوغنجه. نور معايا في الاعداد، ويحيى وي ام في الاخراج، وفريق الديجيتال. بطبيعه تنجموا تتفرجوا علينا على نوتر شين يوتيوب راديو اي اف ام، وكيف كيف زاد تتفرجوا علينا على نوتر باج فيسبوك راديو اي اف ام. كالعاده نحكيوا فن ثقافه ونتفاعلوا مع الفنانين التوانسه وين ما كانوا موجودين، باش نحكيوا على الوضع الصحي اللي موجود في تونس، هل عندهم مساجات يحبوا يعديوها للتوانسه. هذا الكل في ستار تايم الخمسه للسبعه. من الخمسة للسبعة متاع العشية ستار تايم وميمة العياري. نبدأ حلقتنا بضيفنا اللي في الساعة الأولى من ستار تايم، ممثل شفناه في برشا أفلام تونسية إيطالية وتفرجنا فيه في رمضان عام 2019 في دور بطولة مسلسل المايسترو. كان عمل فيديو حكي فيه باللغة الإيطالية والعربية باش يوصل مساج للعالم أجمع لتونس اليوم في حاجة للتلقيح. نحكي لكم عن الممثل التونسي أحمد الحفيان. الو ستار احمد الحفيان، اهلا وسهلا. اهلا مرحبا، تحية ليك والمستمعي افهم. تحية ليك انت وتحية لكل التوانسة اللي مقيمين البرا خارج حدود الوطن وتحديدا في ايطاليا. قبل ما نحكيه على الجو اللي في تونس والوضع العام في تونس، نتصور اللي فما اجواء احتفالية اليوم في ايطاليا. والله فما اجواء احتفالية صارت البارح والناس يديها على قلوبها، لانه حتى يعني الإنسان يكون ملقح يلزم ديما ياخذ احتياطاته، لأن العدوى واردة والحمل الفيروس يعني والمرض به عفانا وعافاكم الله يعني واردة، لكن ما هيش بالأعراض وبالخطورة كي يبدأ الإنسان مش ملقح. أي سي، لكن الحقيقة إن شاء الله يا ربي ما منتخبنا الوطني يعطينا زادة جرعة من الفرح نهار من نهارات كما عطاه للإيطاليين اللي في معاناة عاشوها السنة الفارطة وعشناها الناس كل في إيطاليا. كان بحاجة المجتمع الإيطالي للسوسيابيليتي، يعني الناس تتلاقى مع بعضها وتتقاسم مشاعر إيجابية، والأحداث الملاعب يعني فرحت لين إيطاليا كل، وهذا يعني حاجة مهمة ياسر. إن شاء الله يا ربي منتخبنا نهار إن شاء يعمل الله حاجة في كأس الفريق يعني فرحنا، يعني اللي زاد بين قوسين ما كان حتى حد يمنى اللي المنتخب هذا بتاع إيطاليا باش يهز بطولة أوروبا. أي وحاجة ماناش نمنو، يكفي أنه ملاعبيتنا والناس اللي معاهم وإحنا ندفعوا إن شاء الله نوصل. إن شاء الله يجي نهار هكا ويفرحنا المنتخب الوطني. البارح ما نعرفش كان تبعت أحمد التدوينات اللي كتبوهم التوينس على الفيسبوك، يقولوا عم ناول في الوقت هذايا إيطاليا كانت خايفة، إيطاليا كانت تعيش في جائحة يمكن خليت برشا منهم يتوفي وبرشا منهم يفقدوا الناس اللي يحبوهم، اليوم إيطاليا فرحانة. أنت تأكد اليوم اللي مع هذا أنتم خايفين ومفجوعين من لما اللي صارت في إيطاليا البارح؟ مش يعني خوف، مش خوف لحد اللافوبية يعني، لا وإنما احتياط، يعني ديما المحافظة على التباعد. خاصة أغلب اللي خرجوا البارح احتفلوا هما ناس يعني شباب وكهول، لكن تشوفهم يعني هما يحتفلوا في نفس الوقت يحاولوا باش يبقوا بعاد شوية على بعضهم، يعني كما نظموا في عملية دخول الجماهير في في الملاعب. يعني واحنا هنا في طنبك الجائحة وصار هكا سي أحمد، صار في تونس مظاهرات مسيرات كيف فريق كرة قدم كي نجح كي ربح بلوتو خرجوا، زيدا نحكي لكم على صفاقس مثلا حتى الفريق يخرجوا كلهم، معناه صاروا الشيء هذا صار في تونس في طنبك الكورونا في طنبك الإصابات اللي قاعد عددها قاعد كل يوم يزيد. إيه هو توا والله جيت لهم تعذر. شوف الإنسان يعني كي تتصادر نوعا ما حريته يولي مشتاق وقتاش يسترجع حياته العادية. أي لكن هون يفهم عامل آخر ما تولدوا الثقافة يعني اللي ينتمي لها البشر الصبر. يعني احنا في تونس يعني ممكن يعني ما عندناش، فما زوز عوامل هامين ياسر، فما
انه ناس ما تحبش تتحلى بشويه صبر وتضحي شويه، وفما ناس زاد وللاسف وهذا مخجل مخجل اقتصاديا واجتماعيا، كان ما تخدمش ما تاكلش. هذاك هو صحيح، فما برشا ما تنجمش تعيش دارك وصغارك. اكتشفنا خنار سامحني في كلمه كبير، خش علينا دوله ما عادش تعرف مواطنيها. يعني وقت وزاره الشؤون الاجتماعيه عملت المنحه بتاع 200 دينار يعني للناس اللي فيهم تقريبا 800 منحه ولا هما 600 مشاو يعني الموظفين. وي. قال شنو؟ قال يعني غلطه في المعطيات. في فانا وقت في القرن الواحد والعشرين هي عصر البيك داتا، بلاد العجائب والغرائب في تونس. لا كلمة هي غايبة ياسر على المشهد السياسي. ما خلنا نغتنم الفرصة المصدح بتاعكم ونفضح. يعني كلمة غايبة على المشهد السياسي اسمها السيادة الرقمية. كما فما السيادة الإدارية تاع دولة، فما السيادة الرقمية. كيفاش دولة ما تعملش البلاتفورم بتاعها وعندها معطياتها وترقمن إدارتها؟ بالطبيعة على خاطر احنا اللي نلوجوا في التمكنيك فهمتني، ولا شيء من المال العمومي وشيء من تضارب المصالح وشيء من كذا، ماذا بيها تقعد بالورقة هذيك وبالتصحاحة وبالطابع وبالتمبري بس ديما قول ووكل. اللي هو كي تبدا العملية مرقمنا يقول كل شيء عنده أثر وما فما حتى إمكانية باش تتجاوز المعايير القانونية. كيفاش أنت تسمح لنفسك 11 مليون راه ما يجيوش حومة في بكين وحاروا فيهم حايرين فيهم مش حايرين فيهم الكفاءات اللي موجودة في الجمهورية التونسية وخارج الجمهورية التونسية بتاع مواطنين التوانسة في الأمور الرقمية وهالوحدة دي. ما يعمل جيش عرمرم ويعمل استثمار عمومي كبير ياسر اللي ينجم يمنع لنا بلادنا على مستوى إداري إن شاء الله. هذا ثم تبين أنه أساليبنا الإدارية يعني نوعا ما تجاوزها التاريخ قديمة، خلينا نقولوا قديمة. أي بالله خليني نكمل أفرق قلبي. فرق وكل قلبك. من جاء من الطبقة السياسية الجديدة هذه الهواة هذه اللي صابنا بهم ربي ما يتلهاش باش يصلح ويطور الإدارة، لا يتلهى في الموقع. كيفاش يحط بتاع الحزب في الموقع الفلاني وفي الإدارة الفلانية وفي الموقع الفلاني وفي يعني مصالحهم الخاصة. مازلنا نحكيه في عام 50 وقت اللي احنا في القرن الواحد والعشرين، لا حول ولا قوة إلا بالله. ان شاء الله نقعد واحنا متفائلين ان شاء الله الايامات الجايه، على خاطر التونسي اليوم ما عادش تنجم تعديه عليه، خاصه في الظروف هذيا اللي عشناها سي ما عاد حتى حد ينجم يعديها على التونسي. ان شاء الله تكون الايامات الجايه كتشوف الاخبار تعويضات، كل مره حاجه تطلع لنا 3000 مليار، كل مره حاجه جديده تخلي يمكن تهيج التونسي وتخليه اليوم يتكلم ومش راضي على الوضع بصفه عامه. انا نحب نسالك احمد الحفيين، خذيت التلقيح في ايطاليا؟ أي خذيت حكم سني 55 سنة، خلق لي الطريق، عملت تلقيح ذي جرعة واحدة جونسون أند جونسون. الحقيقة تعبني شوية 48 ساعة، الطبيب اللي لقح لي قال لي راهو باش يتعبك شوية 48 ساعة، ولكن هذاك راهو دليل على أنه حاجة عادية والبن قاعد يجاوب. الحمد لله عندي يعني صار المفعول بتاعه 100% توا ولله الحمد، يعني نجم نتنقل بكل اريحيه وبكل سهوله، ولكن ما يمنعش يعني مثلا كيفاش نجي لتونس يلزمني نعمل تيست بي سي ار، وكيفاش نرجع من تونس لايطاليا كيف نعمل تيست بي سي ار، لانه ماهوش ضمانه انك كمواطن ما تجيكش عدوى بالطبيعه، ولكن تنجم تحميك اكثر وتجيك خفيفه. وهو كذلك. اليوم على ذكر التلقيح شفنا الفيديو اللي انت هبطتها، وكنت اطلقت نداء استغاثه من ايطاليا باش يجي تلقيح لتونس. الفيديو حكيت بها باللغه الايطاليه وحكيت بالتونسي، شنو هو اللي جاي لبالك باش تعمل البادره هذيا؟ خرجت هكا قلت خلينا نحل الفيديو ونطالب ان يمكن باستغاثه دوليه باش تعاون تونس. والله هي شوف، انا سمعت الدكتور بوجدارية ومتحدث على الشيء هذايا حق، يعني مبادره انا بروح المواطنه الحقيقه.
يعني نمنا انا ما عنديش انتماء سياسي ولله الحمد لكن نمن بالدوله ومؤسسات الدوله ونمن بالمجتمع المدني. فقلت صوت مدني من جمله الاصوات يساهم في الدفع القدام خير من اللي نقعدوا نغزروا وما نعملوا حد شيء، لانه الناس اللي متحملين مسؤوليتنا كمواطنين سواء في داخل او خارج الجمهوريه يعني لهينتي مسائل اخرى فهمتني، ولا اعطيني نعطيك وسيب لي هذه وسيب لك هذه وهلما جرا من السفاسف السياسيه معناها حتى مماتي الله يرحمها قبل كي نكذب كذبه بيضه تقول لي عايشوا لي بيزي من البوليتيك. الله يرحمها كلمة تتقال ولينا نعيشوا فيها بالرسمي. ولينا نعيشوا فيها فعلا فعلا. لكن فما زاد فما جانب أنا نحيي كل مواطن تونسي يتجشم مسؤولية العمل التطوعي في المجتمع المدني. صحيح. على الأقل خلنا نتلفتوا لرواحنا وثم بربي هذه رسالة كانت تقعد مسجلة وديما تتبث بربي رانا احنا كمواطنين وكمجتمع مدني باش نخرجوا ان شاء الله ربي يعاوننا باش نخرجوا من المحنه هذه، ولكن حذاري لاي سياسي يحاول يركب على النتائج الايجابيه اللي باش نوصلوا لها، والله حسابه عسير. مش يقولوا انا بركة راهو فما ملايين توانسة يستناو في الدور، استنى الساعه فهمتي ولا نفوتوا المحنه هذه ومن بعد يعمل الله. قدرة ربي باش نفوتوها، قدرة ربي باش ترجع تونس خير وأحسن من اللي كانت عليه، ذي أكيد وأنا متفائلة وقدرة ربي لازمنا نعديو شوية تفاؤل للتوانسة. قل لي سي كذلك هو بين قوسين أنا معاركي في الحياة سلاحي الفتاك هو التفاؤل. وتفاؤل خيرا عند الله تجدوه إن شاء الله يا ربي إن شاء الله، هذا اللي نتمناه. كي حكيت باللغة الإيطالية أحمد الحفي نتفاعلوا معاك ناس جاوبوك، هل فما تفاعل ولا لا؟ والله والله الحمد فما في انا بحكم زوجتي يعني صحفيه وعندي في دائره علاقاتي يعني اصدقاء يخدموا في وكاله الانباء الايطاليه وفي بعض المؤسسات الاعلاميه تقاسموا الفيديو يعني بصفه شخصيه وثم بدات يعني كما يقولوا كير الرولاف على الهاشتاج اللي تعمل في تونس، تخلق رولاب اخر على الهاشتاج اللي تعمل في هذا الجديد اللي تعمل في ايطاليا. ان شاء الله ان شاء الله صوتي وصوت برشا مواطنين توانسه وايطاليين يوصل للسلطات المعنيه للقنوات الدبلوماسيه خاصه الجانب الايطالي، ونحاولوا يعني كيفاش نعملوا اللي فيه منفعة للناس يعني، وما عندناش مزية. أنا قدام الله غالب قدام حبي لتونس نزل إذا برشا سامحني يا أحمد برشا جوست باش كملك الكلمة، أنت قلت أنا قدام حبي لتونس نزل، برشا عندهم نفس الرأي ذي يقول لك أنا اليوم توجع برشا أنه تونس تطلب الاستغاثة، توجع برشا أنه اليوم فما بلدين يعطيهم الصحة كيما مصر الإمارات والسعودية يعاونوا تونس، بالرغم اللي تونس عم ناول وقت اللي إيطاليا في وضعية حرجة عملت بعثت لهم بعثة طبية. دونك لا فعلا هو الـ يعني البعثة اللي صارت يعني وقع الحديث عليها بصفة رسمية حتى من بلاغات يعني في رئاسة الجمهورية الإيطالية في الوقت هذاك، وحركة يعني تحسب لأنه في الجائحة تبين أنه بعض الدول ما عندهاش احتياط كما الاحتياط للكوارث الحربية أو الكوارث الطبيعية فهمتني. وقت اللي طلبت إيطاليا من دول الاتحاد الأوروبي باش يعاونوها قالوا لا احنا عنا يا ربيش نزوزيه اللي عنا فهمتني. فتونس خدمت مع جنة الدول الصديقة بحركة يعني نبيلة طبيعية في علاقات تاريخية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الإيطالية. بطبيعة احنا ما نخبيش عليك عنا يعني بعثة دبلوماسية وبعثات قنصلية تشرف وتعرف الدولة التونسية والمواطنين التوانسة، ولكن ما ينجموش يعملوا مبادرات
لانه فما عندنا تمشي بيروقراطي وكان تعمل اربع مبادرات لازم ترسلك في الحبس. واضح. فيعني انا قريت انا من موقعي كمواطن انه ندفعوا كاصوات مدنيه كاصوات مواطنيه باش فماش ما تتحرك وزارة الخارجية بتاعنا وتتحرك يعني السلطات المعنية رئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة باش ندفعوا قدام في سبيل ما هو خير يعني وكل ما هو يعني يتم في إطار القانون. يعني أنا توا مثلا والله ما خبيش عليك باش أقول لك حاجة أنا مكت مدة نخمم كيفاش نحب نقدم اقتراح لدولتنا كيفاش نعملوا اكتتاب للدولة التونسية من خلال المواطنين التوانسة في الخارج بالعملة الصعبة ولكن هما يعني مرة كاختصاص وكمرجع نظر يشوفوا شنية الأساليب القانونية اللي نجموا احنا نصبوا نعطيه فلوس اكتتاب بالعملة الصعبة لدولتنا ما غير ما يترتب عليه اثر قانوني يعني مضر لمصلحة تونس ولا بمصلحة الدولة الاعتماد. والله يعطيكم الصح، والله يعطيكم الصح، ان شاء الله يلقاو لكم يسهلوا لكم عليها يسهلوا الامور عليكم ما يصعبوهاش هكا تشوف كل ما حد يجي يتحرك ولا يعمل مبادره تصير يعملوا عراقيل قدامهم. والله غالب خاطر احنا تو المشكل في السيستم ادمنستراتيف اللي هو كان يعني برمي لي سيستم الافانغارد يعني كان في تلقائيه الادارات في العالم العربي وفي افريقيا لكن اليوم جاوزوا التاريخ. احنا علاش صبرنا على بن علي وعلى النظام هذاك؟ ما على خاطر جاوزوا التاريخ باقي مازال رابط الحزب بالدوله. يعني كي قلنا لهم افصلوا الحزب على الدوله واعطيونا حياديه الاداره وطوروا لنا الاداره طوروا لنا كروسه خلينا نركبوا الناس كل مع بعضنا نمشيو قدام خلينا نقدموا ببلادنا. طيب صح الباقي اللي جاء فهمتي ولات لا اقدم من القديم. الله غالب الله غالب ان شاء الله الايام الجايه تتبدل ان شاء الله صوتك يوصل للمسؤولين علاش ليه يتفاعلوا معاك. شوف بين قوسين تعرف شنو اللي يوتر لي اعصابي اني تونس لا تعزوها الكفاءات. يعني الكفاءات اللي عندنا تشرف وتعرف موجوده الكفاءات ما لهمش ما يخرجوا برا. بس اقول لك حاجه ايطاليا وقت اللي جاتها الجائحه صدقني الكفاءات الايطاليه اللي ظهرت وفي خدمه الدوله وشفنا منهم شويه في الاعلام شيء في نيوزيلندا وشيء في استراليا وشيء في هارفارد وشيء في كذا كلهم وقعت دعوتهم وكلهم يعني طب وباحثين وعلماء وعلماء اجتماع وقانوني ورجالات قانون وكذا فهمتي كلهم جمعوا من اجل يعني خلق طريقة لإنعاش للخروج الساعة من الجائحة ثم طريقة مثلى لإنعاش الاقتصاد الإيطالي وتطوير الإدارة الإيطالية. إحنا في تونس حنا الكفاءات توا ضربة ضربتين يعني تعدت الجي عامين فهمتي ولو إحنا كل مرة من بعد قداش نسمعوا عنا كفاءة ما طلبوا منها حتى شيء وهو عنده استعداد باش يقدم لبلاده. تعليه علاه؟ علاه هذاك مش مع الأسف صحيح كلامك صحيح. الله غالب هذا احنا شنو ما نحبوش يجاهدنا ضايع نفس الكل وفلوس احنا تونس قال سي محمد ادريس ربي يتقيه يعني تونس جنينه يعني فيها النوار والنوار متعدد ومتنوع بلاد ثريه يعني من الثلج للصحراء في مسافه تاع 300 كيلومتر يعني عندنا اجمل بلاد في العالم ناقصها شنيه؟ نفسها انه العقل التونسي يتجمل ويحمل اخلاق عاليه بعلو الروح التونسيه لانه للاسف احنا التوانسه ما عندناش نغزر لبعضنا العين بالعين الكبيره وللاسف. هذا يتكلم على اسمه يا يطلب لي عنده مصلحه يا وراه شكون فهمتني يعني باقي ما عندناش هدف اسمه الدوله والوطن. لين شي حاجات اخرى وهنا اللي شادين البلاد اليوم لين في العرك والمعروك والحاجات اللي ما تهمش التونسي اليوم ان شاء الله يا ربي صوتك يوصل الفنان احمد الحفيان. انا خلي لك المود لافان وشكرا ليك على تدخلك. يعيشك ان شاء الله انا ما كنتش ضيفك عليكم بالعكس الله فيكم الدعوه اللطيفه ربي فضلك. خلي لك مود لافان شنو تحب تقول للتوانسه؟
شوف إيطاليا هزت الكوب بتاع أوروبا لأني الملاعبية تواضعوا وأمنوا وثابروا من أجل الهدف. أنا أقول يتوانسة تواضعوا وأمنوا وثابروا من أجل الهدف، وكما قال الزعيم برديب الله يرحمه قالوا الرجال اللي خطره ما اخترعش الماء السخون وإنما هو نتاج زبدة تاع مجتمع كاملة وثقافة كاملة الدوام ينقب الرخام. شدوا صحيح وما تأيسوش وما ترخوش يا تونس، مش من زي حبركة، حتى لتونس أفضل ولتونس أرقى. شكرا لك أحمد الحفين، يعطيك الصحة، إن شاء الله نشوفوك على خير يا ربي في تونس. كان هذا الفنان التونسي المقيم بإيطاليا أحمد الحفين، احنا مازلنا مواصلين معاكم، نخرجوا فاصل صغير وراجعين في ستار تايم. تخيل عندك تلفزة على كيفك، تحكي كيفك، تعبر كيفك، تلفزة الكل هليك. سبور، فن، اكتواليتي وبوليتيك، ميلا أصنع تلفزتك وبكليك جوك يجيك. إيفام تيفي على يوتيوب، التلفزة اللي تتمناها بكليك تلقاها. ادخل من توا للتلفزة الأولى والأكثر مشاهدة في تونس على اليوتيوب. إيفام تيفي، أصنع تلفزتك. في بالك اللي كل حلمة هي بداية مستقبل وكل خطوة هي نجاح وديما باش تحقق أي هدف، تستحق شكون يعاونك ويوجهك للثنية الصحيحة. هذاك علاش إيديو فرانس تحط على ذمتك مختصين في مجال الدراسة في فرنسا باش يعاونوك في الشوا دو فورماسيون وفي الأكومبانيومون في الدوسي دو فيزا، وحتى يخليوك مرتاح من التلويج على اللوجمون. واللي يزيد يخليهم قرب منك، ليزاجونس إيديو فرانس موجودين في تونس، سوسة، صفاقس ونابل. باش تتحصل على أكثر معلومات نجم تتصل بينا على الرقم 56 832 160. مع إيديو فرانس تحقق مستقبلك. إيديو فرانس تحط على ذمتك مختصين في مجال الدراسة في فرنسا باش يعاونوك في الأورينتاسيون، أكومبانيومون.